معانا اتصال هاتفي دكتور مدحت الصالح استاذ الاداره والتنميه المستدامه. صباح الخير واهلا بحضرتك. صباح النور استاذ شيرال وصباح النور استاذ محمد. صباح الخير اهلا بحضرتك. عايزين نتكلم مع حضرتك. طبعا يعني مصر بتعتبر اول دوله تستخدم موضوع السندات الخضراء، ممكن حضرتك تدينا فكره اكتر عنها؟ ده فعلا بالفعل حصل، وهو بدايته كان العام الماضي مصر اصدرت سندات ب 750 مليون دولار وتغطت مره واثنين وثلاثه، يعني السهم السند لما بيروح السوق او يطرح للسوق سواء محلي اقليمي عالمي ويتغطى يقول يفخروا اتغطى مره ونص ومره وثلاث ارباع ومرتين. لا، الاسهم البيئيه السندات الخضراء اللي اصدرتها مصر كان بلغت 750 مليون دولار، اتغطت مره واثنين وثلاثه. مصر في الطريق لاكمال محفظتها. وده يا استاذه شيرال ساعات اطلق عليك يعني كاكاديمي ادعي التخصص في هذا المجال، هو تنويع لمصادر التمويل. احيانا يستخدموا اللفظ تنويع لمصادر السلاح، لا، ده تنويع لمصادر التمويل، خاصه أن مصرنا الحديثة الآن تتجه إلى عقد COP27 المؤتمر العالمي البيئي الذي سيعقد للتغيرات المناخية، وسيعقد في مصرنا الحبيبة بمدينة السلام شرم الشيخ نوفمبر القادم. علينا وعلى حضراتكم كل خير يا رب إن شاء الله. يا رب. الآليات المصرية تجاه تحسين البيئة، وزي ما شفنا دلوقتي 114 محطة رصد، الفلاتر اللي موجودة دلوقتي اللي بنلمحها أنا وحضرتك ومحمد ديبشير والدنيا والمصريين عموما، ده المحة فوق المصانع، فوق مصانع الأسمنتات، فوق مصانع السيراميك، ما بقاش بقى في حاجة فيه بقى اللي هو يعني مجهودات الدولة للطاقة النظيفة أو السعي للحصول على الطاقة النظيفة. نعم. يعني الاستثمار في هذه السندات يا دكتور بيعتمد على الصناعات الغير ملوثة للبيئة. الله حضرتك ذكرتني بهذه النقطة الحساسة. أيوة. لأن إحنا بنعمل صناعات كتير في العصر الحالي، بعضها ضار بعضها غير ضار، بعضها وقود أحفوري بعضها غاز طبيعي يقلل غير ضار بالبيئة. أيوة. نعم، لكن في نفس الوقت على فكرة السندات الخضراء دي بتخصص، هو لم يطلق عليها شكلا او لونا فقط كده، لا، لانها بتخصص للمشاريع البيئيه ذات الطبيعه الخضراء التي لا تنعكس سلبا بل ايجابيا على البيئه. فبتلاقي اشتراطات بيئيه جاده حازمه في هذا المجال وتصرف فيها هذه الاموال. نعم، وهو استثمار. ليه يا استاذ محمد زي ما حضرتك قلت استثمار جاد؟ ليه؟ لأن التلوث البيئي بيؤدي إلى أمراض قد تصل إلى التحجر الرئوي، وكما كان يحدث في حلوان هذه المنطقة بالفعل. التي كانت مشفى أصبحت معيبة في 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 في, في علاقتها الصحية بالفعل. مع المواطن. نعم. ثم يذهب المواطن للعلاج بالمستشفى. والآن نحن تنظر حكومتنا إلى المواطن كأنه ليس سلعة تستخدم وليس وسيلة للإنتاج، ولكنها تسعى في إطار التنمية المستدامة 2030 لجعل المواطن لجعل الحياة أيسر وأفضل وأصح للمواطن. لذلك وبمناسبة 2030 الاشتراطات البيئية اللي موجودة في تحقيق التنمية المستدامة 2030 اللي بيلعب البعد البيئي دورا أساسيا فيها، لن نستطيع الوصول إلى هذه الآليات وتحقيقها إلا بالاهتمام بالبعد البيئي الذي نراه الآن جليا في مصرنا الحبيبة. أكيد. طيب دكتور مدحت، استفسار آخر من حضرتك، هل السندات الخضراء اللي تم طرحها في الأسواق العالمية هل دي عبارة عن أسهم يقدر المستثمرين أن هم مثلا يشتروا أسهم في البورصة، ولا هي إزاي بيتم تداول فيها يعني؟ هو حضرتك يعني اسمحي لي، هو انت في فكر قادم في البورصه المصريه، وانا لست متحدثا باسمهم ولكني كمواطن اكاديمي متخصص اجمع مع معلومات في هذا الشان واتابع ما يحدث في هذا الشان. هو في اتجاه حقيقي فعلا لطرح اسهم
في بورصتنا المصرية وفي بعض التعاون مع البورصات العربية والإقليمية، وخاصة أن حضراتكم زعتوا دلوقتي عودة مصر لجي بي مورغان الذي توقفت أكثر من 10 سنوات عقب أحداث 2011 وما إلى ذلك. هذه العودة المؤسسات العالمية أحيانا أستاذ شيرار ومحمد بيه ساعات نختلف معها في طريقة روشتتهم وصياغتهم لمعالجة الدول النامية للأمور المالية وما إلى ذلك، فهم كثيرا ما لا يراعون البعد الاجتماعي الذي تراعيه القيادات السياسية في مصرنا الحبيبة وفي بعض من الدول المرموقة حضاريا وما إلى ذلك، لكنهم حينما يمنحون شهادة أو عضوية لدولة معينة فهم كدون في هذا الأمر، لا يمنحونها لا بدون مقابل ولا بمقابل أصلا، يمنحونها عن جدارة فعلية واقعية ائتمانية. الإصلاح الاقتصادي المصري ساعد في مجرد ما حصل الاختلالات الاقتصادية في مصرنا أزاحونا جانبا، وحينما عادت الأمور إلى مصر وأصبحنا أكثر استبدادا اشعر ان الوقت احنا عاوزين من حضرتك وعد بقى الاستفاضه يا دكتور، يعني معلش انا بس بعتذر لحضرتك على ضيق الوقت، لكن عاوزين من حضرتك وعد ان احنا نعمل لقاء مع حضرتك في صباحنا مصري ونتكلم في هذا الموضوع باستفاضه، ناخد وعد من حضرتك بهذا الكلام. هذا وعد على الهواء الى الاخوه الاحباء، هذا ما يشرفني، هذا شكرا يا فندم ويسعدني استاذ محمد، شرف لينا يا فندم. الاستاذ الدكتور مدحت الصالح استاذ الاداره والتنميه المستدامه كنت معنا هاتفيا.